السلام عليكم. لعبة Demon Souls هي أقوى حصرية قادمة على PS5، وهي أول لعبة تستهل كامل قدرات الجهاز. والفيديو برعاية ستور Games to Egypt. لعبة Demon Souls هي بداية جينرة السولز من فريق From Software، واللعبة ملك لشركة سوني، وهم اللي مولوا المشروع. ومن هنا بدأت رحلة From Software بتقديم ألعاب السولز. لكن في البداية بطلب منكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. لكن عموما بالنسبة لDemon Souls فهو ريميك مبني من الصفر، وفريق بلو بوينت ابدع من الناحيه التقنيه. فالفريق ابدع في ريميك شادو اوف ذا كلاسز، وهو شغال على المشروع الاضخم في تاريخه. فلعبه Demon Souls هي من اطول العاب السولز واصعبهم بالمناسبه. لكن بشكل عام اللعبه هي تحفه تقنيه، فمثلا جوده التكتشرز عظيمه، الاضاءه ومنظر البيئه فنيا روعه، بالاضافه للمؤثرات النار مثلا، فدي كلها حاجات مديه جمال للعبه، خصوصا تفاعل النار والبارتكلز افكت. الحاجات دي بتدمر اداء اللعبه وجوده تفاصيل مجسمات ال3 دي، لكن مع ذلك اللعبه محافظه على الاداء. فبصراحه بناء المنظر التقني القوي ده على امكانيات البي اس 5 فده معناه بنسبه كبيره ان في نقله قويه قادمه في الرسوم. فالريميك ده بالفعل اقدر اقول عليه لعبه جديده ومش مجرد ريميك. طبعا في ناس بتقول انها مجرد ريماستر. اولا مفيش ريماستر بيتعمل بالاتقان ده، اللعبه واضح جدا انها اتعاد تصميمها من جديد مع الحفاظ طبعا على التركيبه الاصليه. واصلا البي اس 5 بيقدم عدد مضلعات اضعاف من الاجهزه اللي فاتت، فازاي بتقارن لعبه مبنيه على البي اس 3 بلعبه مبنيه على البي اس 5؟ علما ان حتى لو لعبه في المستقبل نزلت على البي اس 4 واتمنى ده طبعا، فاللعبه واضح جدا انها مبنيه على عده تطوير البي اس 5، واللي هو معالج 8 كور رايزن جيل ثالث و10 تيرا فلوب ار دي ان اي 2. فالعاب البي اس 4 الطرف الاول ما قدرتش توصل للجوده دي، خصوصا ان الريميك شغال ب 60 فريم واعتقد على 4K دايناميك او نيتف 2K بري تريسنج. فاللعبه فعلا عباره عن جوهره تقنيه، علما ان احنا لسه في بدايه عمر الجيل، فده معناه ان جوده رسومات الالعاب الطرف الاول في نص او في اخر عمر الجيل هتبقى اقوى من كده كمان. فتخيل بقى رسوم لعبه زي جود اوف وار الجديده او انشارتد 5 ان وجدت. لكن اجمل شيء في الريميك ده هو الزعماء، فطبعا اعاده تصميم الزعماء دي بعدد مضلعات اكتر، او مثلا التنين اللي ظهر في الاعلان وانسيابيه الانيميشن، خصوصا تصميم البيئات واجواءها وتنوع الافكار. الحاجات دي ممكن فريق فروم سوفت وير هو اللي ابدع فيها، ولكن بلو بوينت خلاك تاخد التجربه الكامله منها، لان الفرق بين الريميك والجزء الاصلي فرق خرافي. فالشغل اللي متقدم في الريميك ده فبصراحه شيء مذهل. انا بحب جدا العاب السولز وبشوف ان فروم سوفت وير هو اللي بيقدم تجارب لعب متكامله، وبما ان الريميك ده مبني على نفس فلسفه فروم سوفت وير في تصميم المراحل وتصميم الصعوبه العادله وتنوع الاعداء والبيئات، فده شيء محمسني جدا للريميك ده. وطبعا الريميك مش هيغير من الفلسفه دي، فتصميمات المراحل هتفضل زي ما هي، هو فقط هيعيد بناء المنظر الرسومي للعبه علشان تتناسب مع قدرات البي اس 5. وبصراحه اللعبه نجحت بدا جدا، ودي طبعا اول لعبه سولز تتفوق على الرسومات العظيمه بلاد بورن. فالناس اللي بتحب العاب السولز احب اقول لكم قدامكم رحله مليانه مصاعب، فاستعدوا. طبعا في ناس بتشوف ان سعر $70 ده كتير على اللعبه، هو عامه كل واحد حر في صرف فلوسه، فممكن تستنى خصم عليها. ولكن ما ننساش ان الريميك Resident Evil 3 قدم 4 ساعات لعب بسعر $60 واونلاين مجرد حشو. فانا شخصيا لو قدامي لعبه بتخلص بحوالي 4 ساعات وسعرها $60، ولعبه محتاجه على الاقل 30 ساعه وسعرها $70، فاكيد Demon Souls هتكون بالنسبه لي عادله اكتر. انا بتمنى ان العاب الطرف الثالث توصل لنفس الجوده دي، لان بصراحه حرام لعبة الطرف الثالث تقدم منظر رسوم اضعف وتتباع بنفس السعر. لكن طبعا الفرق اللي بتبقى تحت رعايه سوني دايما بتعرف تستهلك قدرات الجهاز، وممكن يكون مارك سني مفهم المطورين طريقه فهم الجهاز وهندسته، خصوصا لان محركات الطرف الاول بتبقى مبنيه مخصوص على نواه البي اس. ما ننساش طبعا ان اللعبه ما فيهاش لودنج سكرين، وهتستفاد من امكانيات الكنترولر الجديد. العاب السولز بشكل عام اثبتت وجودها، وان اللاعبين عايزين العاب غامضه زي كده ويكون فيها تحدي ممتع. فالعاب السولز مش مجرد اهجم استنى اتفادى، بل هي اعمق من كده بكتير. فلو مش بتحبوا العاب السولز فانصحكم تدوها فرصه، والفرصه دي يفضل تكون لعبه من فروم سوفت وير، لان هو اللي هيحببك بالجنرا دي. عموما Demon Souls هتنزل في 12 نوفمبر على البي اس 5، وبصراحه بتمنى جدا تنزل على الفور، وده بسبب ان البي اس 5 نفسه مش متاح للشراء ولازم حجز، واحتمال كبير يتاخر في المحلات. فبصراحه مش كل الناس هتعرف تشتريه، وانا منهم، لانه حرفيا مش موجود خالص.
وعموما هو ده الفيديو، احب اسمع رايكم عن العروض وهل مستعدين فعلا تعيدوا تجربه اللعبه لو لعبتوها على PS3. بشكركم على المشاهده واتمنى انكم تتابعوا صفحاتي على الانستغرام وتويتر والفيسبوك. كان معكم احمد السوري، see you next time.